ميزة الموديل ده نمرة واحد، ان انت بتعالج ناس اصحاء بس عندهم مشاكل مش واصلة لانها مرض. حتى لو راح الدكتور مش هديله حاجة. ما عندنا في مصر او في السعودية او في الميدل ايست، لما العيان او العيانة يروح للدكتور كذا مرة بيشتكي، وبعدين الدكتور يطلع تحاليل يقول له انت ما عندكش حاجة، بيحصل لنا ايه؟ يجينا ديبريشن. الاميشن بودي ميكانيك ده للاصحاء من الدرجه الاولى، والناس اللي هي اكوردنج للستيجز اوف هيلث اللي حكيناها في الاستيوباثي، اللي هم عندهم مشاكل او متوترين بس مش باين عليهم مرض، فبيجونا محاوله ان احنا نديهم سبورت، دعم نفسي لحل مشاكلهم. اللي احنا بنعمله ده حاجه اضافه للدعم النفسي، ان احنا بنعمل له ميكانيكال سبورت او بنزق الجهاز العضلي العصبي لانه يستريح، وبالتالي يسهل موضوع الدعم النفسي.